انتقل عند السيدة إيمان صعيبة والفساتين القصيرة. سيدة إيمان صعيبة، أهلا وسهلا فيك بهالحلقة الجديدة من برنامج آخر موضة. اليوم رح نحكي عن الفساتين القصيرة، خبريني أكثر. نقينا نحكي عن الفستان القصير لأنه في كتير سيدات بفضلوا يلبسوا القصير أنه ما يلبسوا الفستان الطويل. نعم. ولأنه في الفستان القصير بيلبق مع كتير مناسبات، اخترنا لهذه الحلقة كذا إطلالة للمرأة أو الصبية لحتى تطل فيها بالفستان القصير. اليوم عم نشوف الفستان البلوجيتان، بتحسه طوله كتير فيات ومهضوم ومنه كتير أوزي، هالطول حلو فوق الركبة بشوي. ايه، والقماش كمان الفوال مع الكولد شولدر بالسليف كتير عطي الدرس حلو مع هالتطريز على الليس الموجود على الظهر. ننتقل للبلو، لايت بلو اذا فينا نقول، دانتيل او مطرز شوي من قدام من ورا، دانتيل على الظهر. ايه، هيدا اكيد كتير بيرفكت مثلا مناسبه خطبه، لو كان بلو لايت بلو. وبالشتاء اكيد في هلا كتير عاملين مناسبات الخطبه تبعيتهم بالسيزن تبعوا الكريسماس، وما فيها تتقيد كمان، فيها ما تتقيد باللون الاحمر. أكيد يعني لكريسماس ولا احمر ولا اخضر ولا ذهبي، فيها تلبس فيها لون اللي بيلبق لبشرتك، اللون اللي بدي اياه هيدي المناسبه. وننتقل كمان لهالنقشه اللي شفناها بالحلقه السابقه اللي هي نقشه الكارو باللون بالخيط الفضي يلي هي كتير دارجه. لانها دارجه اخترت هيدا الدرس مع هال البابل سليف منسميه شوي هيك بوف، اللي هو اكيد الدارج هيدي السنه، مع البلت على الخصر. نعم. لها دايما السيده والمراه اللي بتزور دولتشي فيري تكون على مود. ومن بعدها بنشوف هالفستان يلي الفستان البروكار اللي باللون الجري انتراسيت، اللي كمان بيلبق لكذا مناسبة، فيها تختاره حتى لسهرة حلوة، لسهرة أو رايحة على عرس وحابة تلبس قصير أو راس السنة. هلأ رح نشوف كمان كذا دراس لمناسبات راس السنة. هيدا فستان لون الأحمر شوي على فوشيا، صح؟ ما أكيد ما فينا نمرق الكريسماس سيزن بدون ما ندخل اللون الأحمر. أكيد الحلوة. باخترت هيدا الدراس اللي هو كتير هيك كوكات مع هالليس اللي تحت الفوال، كتير حلو كيف بيجي الدانتيل تحت الفوال. هون عم نشوف هاف بلاك هاف وايت، انا هون لونين بعشقهم، اليوم لابسه كمان بلاك اند وايت من عندكم، مع من واحد المناسب نحن اخترنا هالدرس لانك لابسه هيك. هيدا كمان الفستان اللي سترابلس اللي بيجي مع الرافلز اللي على الخصر. هون كتير حلو هالدرس، فيري سكسي، خرج عن جد سهرة هيك مع الأصدقاء، تكون شوي يونغ البنوت. وحلو أكيد. وهو هيدا الحلو انه هو الفلفت الفابريك يعني مخمر. مع الجليتر اللي فيه، مع كتير حلو انه يكون السليف لونج مع الباك مفتوح. صح. من ورا يعني، لانه ما حلو يكون من قدام مفتوح ومن ورا مفتوح، بتحس انه كتير اتس فيري هيك فتحات. هيدا لا حلو انه من ورا على ظهره وفي فتحه على الاجر. هون عم نشوف جولد وبلاك. اوكي، هيدا الدرس كمان لراس السنه، يعني عملنا كذا تشكيله لمناسبه الاعياد يعني. صح. وراس السنه السهره، انا حطيت تو درسز هلا خرج مدام يعني ام عروس او مدام يعني بالعمر شوي متقدمه، بنعطيها كمان لها حصه. باخترت لها هيدا الدرس الجولد مع هالسليف شيك ليدي. وكمان اخترنا هيدا الدرس اللي لون الفير لان كتير دارج مع هالقماش الجبير، هالقصة اللي كتير بتلبسها كيت ميدلتون، بتحسيها شوي واسعة وللركبة على القد، مع هالأكيد الكملة رواكار كمان كتير إليجنت. ومثل العادة البرايدل دريس، خبرينا عنه. البرايدل دريس اخترناه من مجموعة طارق ديز 21، هو سيمبل كتير مع هيدي الطرحة الفوال الفكرة الجديدة. وهيدي الدرس نحنا في أكيد سيدات يشوفوه على الإنستغرام ويتابعونا على الإنستغرام ليشوفوا دايما فساتين الأعراس الجديدة اللي بدنا ننزلها. إيمان أنا بدي أشكرك كتير، دايما عندكم فساتين حلوة متنوعة وبتلبق لكل الأجسام،
وكل امرأة أو كل ست أو كل بنوت رح تلاقي طلبة عندكم. مرسي مرسي.